كل ما يصدر من الله تبارك وتعالى على العبد أن يكون في منتهى العبودية والتذلل إليه جل شأنه. ولذلك الإنسان المؤمن عليه دائما أن يكون في سكينة ووقار. نعم، الإنسان مطالب أن يحفظ نفسه، يعني كما نؤمن بهذه الأمور، أيضا الشارع المقدس لم يسمح لنا أن نهلك أنفسنا، بل وجب علينا أن نحافظ على أنفسنا.